يعني دائما التعويل عليكم بالحكم وفضل حكم الاستحقاق الوطن الأردني في حالة المطار الزائد لما مش الأردنيين هاشمين. تعرفوا انه هاي مكاتب الخدمات الشاملة هي مكاتب حقيقة أساسية هدفها انها توفر نافذة محددة وتكاملية لتجويد الخدمة المقدمة للمواطن والمقدمة للزائد. اللي المواطن يشعر بتحسن فيما يتعلق بنوعية وسرعة الخدمة من الأردنيين ضمن الدوائر الرئيسية والأساسية. اليوم مثل ما حكت لي أطوفتها ومثل ما حكى لي معالي النائب الرئيس سواء بين هون وبين المقابل عم تتقدم تقريبا ما بين 41 و45 خدمة ل 15 جهة. المقابلين صار معالج حوالي 70 ألف صار خادم 70 ألف مواطن وموفرة تغذية راجعة. التعويل دائما عليكم في تجويد هذه الخدمة وتحسينها وما شاء الله عليكم. يعني الوجوه الطيبة والوجوه السمحة من شباب ومن صبايا التعويل عليكم دائما في تقديم افضل الخدمه للمواطنين. المراكز هاي مراكز محوريه واساسيه في اطار خطه تحديث القطاع العام اللي هي ضلع من ثلاث اضلاع اساسيه لبرنامج التحديث الشامل اللي بقوده جلاله الملك. في ترابط مركزي ما بين التحديث الاقتصادي وتحقيق المستهدفات الاقتصاديه وخطه تطوير القطاع العام وتزويد الخدمة المقدمة للمواطن بشكل يكون مركز الخدمة حقيقة للمواطن والإنسان والشخص والزائر. فالله يعطيكم العافية وحقيقة الجهد اللي بتبذلوه جهد كبير لكن الناس تستحق دائما أن يقدم لها أفضل الخدمات مثل ما بوجهنا دائما جلالة سيدنا وسمو ولي العهد. الأمر المركزي أنه تقبلوا دائما التغذية الراجعة المحايدة والسلبية والإيجابية بروح طيبة لأنه حتى التغذية الراجعة اللي تكون فيها قدر من السلبية ممكن إذا كانت وتكون في كثير من الأحيان هي تغذية راجعة موضوعية إنها تجود خدمات. إحنا لازم حقيقة نصير في توسيع معالي الأخ ناصر لجملة من الخدمات المقدمة. يعني أنا اليوم ما بعرف بس أنا قسم من التغذية الراجعة كانت تقول إنه ليش ما بنقدر نجدد على سبيل المثال هويات أحوال مدنية. هلا أنا ما بعرف تقنيا إذا هذا بنقدر عليه ولا ما بنقدر عليه بس إذا بنقدر عليه ما في ضرر من أنه ييسر على المواطن في هذا الاتجاه أن تقدم له هاي الخدمة وهاي الخدمات الإضافية في إطار هاي التغذية الراجعة. اليوم عندنا مركزين. مركز المقابلين بيأشر لك أنه في 70 ألف مواطن استفادوا من هذا العمل. مركز المطار مركز حيوي وهام شباب لمواطنين وناس اللي بيستعملوا المطار كثافة ولزوار الأردن. صحيح. له أهمية كبرى واليوم نحن عم نستنسخ هاي التجربة وعطوفتك حكيت عم يصار إلى استنساخ هاي التجربة في ثلاث محافظات في الجنوب العزيز بالطفيلة وبمعانه بالعقبة وبالشمال بجرش وبإربد. قسم من هاي المراكز اليوم جاري العمل على إنشائها. قسم من المراكز من هاي المراكز الخمسة لسه تجري دراسات مرتبطة باختيار المكان الأمثل والأفضل لإنشائها لكنها أساسية لمشروع وخدمة تحديث القطاع العام والتيسير على المواطن وتقديم هذه الخدمة التكاملية للمواطن بأفضل حالات والتعويل فيها عليكم. حقيقة وزارة الاقتصاد الرقمي بذلت جهد تشكر عليه كثيرا في تقديم هذا المركز وتقديم هذه الخدمات. وأيضا وحدة تنفيذ القطاع العام في رئاسة الوزراء معالي الأخ ناصر نشكر القائمين عليها والعاملين فيها وايضا برنامج الامم المتحده المائي لانه ساعدنا تمويليا في انشاء هاي المراكز وعم بيساعدنا ايضا في التحديد. فالله يعطيكم الف عافيه والله ودائما بتبرعوا.